عشاق الطبخ بلمسه ماستر شيف، مرحبا بكم في عوالم المطبخ بنكهه المشاهير. كيتجدد بكم اللقاء في موسم رابع من بعد موسم ثالث، تمتعنا فيه بحضور نجوم من شتى الميادين وتقاسمنا فيه لحظات من المتعه والانسانيه. كل عبوزه تكون مضحكه عليا في الفطحيه. من بعد غني دوزي مشعل الموسم الفائت رساه عند مريم الزعيمي اللي قدمت مستوى ذوقي عالي وربحت الجمعيه اللي تنافست لصالحها وفرحت قلوب كثيره. اما في هذا الموسم اختارينا لكم باقه استثنائيه من المشاهير اللي كتحبوهم: نورا السقلي، عثمان بن حمي، قمر السعداوي، حمقه، انس الباز، كليل ابو نعيلات، امينوكس، دون بيك، فاتي جمالي، نجاه الرجوي، ايهاب امير، عبله صوفي، ورشيد رفيق. هادو هما النجوم 12 اللي غيضمنوا لكم الفرجه على مدى اربع برايمات طيله رمضان. المشاهير ديالنا غيفتتحوا اولى اختباراتهم داخل ورشه من خلال تحدي غيكون هدف اللجنه فيه التعرف على امكانياتهم المطبخيه. اما في الاختبار الثاني وبعيدا من اضواء الورشه، نجومنا غينقسموا على شكل فرق وغيشتغلوا على موضوع مائده الافطار. كيفاش غيكون المستوى المطبخي ديال مشاركي هذا الموسم؟ كيفاش غيتفاعلوا مع ظرفيات ومتطلبات كل الاختبارات؟ احداث مثيره ومشوقه كتنتظركم طيله هذا الشهر الفضيل من برنامج ماستر شيف سيليبريتي الموسم الرابع. رمضان كريم. على بركة الله غتنطلق منافسات الموسم الرابع، وكيف العادة الخطوات الأولى ديال نجومنا لازم ما تبصم الورشة. أول مرة فاش كتدخل الورشة بعدا كت الديكور
تبارك الله غزال عينيك تتحير. برافو، ورشة متكاملة. دخلت وشفت هادوك لي لوميير، شفت لو ديكور كيفاش مصايب، شفت لا ديسبوزيسيون دي طابل، هاد لي ديتاي كلهم عطاوني واحد الاحساس بالدفء. ما كنتش كنتصور يكون هاد النيفو ديال ديكور بروفيسيوناليزم ولا لوميير داكشي بحال الا حنا شي بلاصه في امريكان، شي بلاطو في هوليوود. كنشوفها في التلفازه ولكن زوينه بزاف في الحقيقه. باقة من احلى المشاهير على اتم الاستعداد باش يبداو المغامره الذوقيه. السلام عليكم ومرحبا بكم في الدوره الرابعه ديال ماستر شيف سيليبريتي. نتوما تنش بكم. اول حاجه اللي بغيت نقول وهو مبارك عليكم رمضان بالخير والصحه والسلامه والهنا. احنا فخورين وفرحانين استقبلكم في الورشه بطبيعه الحال. نتوما مشاهير بارك الله عليكم، تنش بكم مغنيين ممثلين فكاهيين مانكا ملكه جمال. انت جمال خو مالك. جو زوين، عائلي، الضحك والنشاط. الأجواء زوينة، إيبي فوالا، وكنتمنى نكونوا خفاف على المشاهدين هذا العام. بالدور ديالي بغيت نرحب بكم في الورشة ديال ماستر شيف سيليبريتي. دابا شوية غنبداو الاختبار الأول ديال هذه الأمسية. تنتمنى أنكم مستعدين. إذن كيف كتعرفوا المشاهدين كلهم تنتظروا في هذا الشهر هذا ماستر شيف سيليبريتي. إذن اللي كنتظروا منكم حنا وهو دوزوا معنا وقيت زوين، تكونوا ناشطين فرحانين، ولكن الحاجه اللي مهمه وهو جيتوا باش تعاونوا مع الجمعيات ديالكم. فكروني في الجمعيه، جمعيه صغيره باغيه تربح، باغي نوقف معاها كيوقفوا مع اليتامى اللي ما عندهمش. الجمعيات ديالكم غيكونوا مورا الشاشات ديالهم وغيدعيو معكم في هذا شهر رمضان، وبطبيعه الحال غيتمناو ديو لهم اكبر مبلغ مالي لاسوسياسيون ديالهم. فاهمين؟ حد سعيد لكم كاملين. تكون تعرفوا انتم اتناش بكم غتبقوا معنا تيلة شهر رمضان. واحد فيكم غادي يربح او اللي غادي يكون ماستر شيف سيليبريتي غادي ياخد 100,000 درهم، عشرة المليون. ولكن ما تنساوش بانه كل اختبار خصكم تجمعوا اكبر عدد ديال النقاط، يعني 5,000 درهم، اما تكونوا بينوم او كفريق او لا كفرد. فهم؟ دون بيك ويش من الرب للطياب اش من علاقه؟ هوايه. كتموت على الطياب؟ كنموت ناكل الطياب. فرونشمون علاقتي بالطياب تخي غيدويت زعما، الله يسمح لنا من والدينا ومن عيالاتنا. رشيد ويش عاد؟ شنو قصتك مع الطياب؟ انا كنشوف ماما تطيب زعما تطيب، وانا ان شاء الله جاي الماستر شيف باش نبدع في البيض. يعني بيض بشتى اشكاله، بيض بماطيشه، البيض بالكفته، البيض بالبيض. البيض راه صعيب. هو لا كان جو سخون. لا كان جو سخون فين صعيب. انا كنصوب بيض مسلوق مشقوق، بيض يلاه جاي من بياضات زعما. جيبوا ليه البيض. شكرا. طبيعه الحال في كل بدايه ديال من سيزون جديده ديال ماستر شيف سيليبريتي غنبداو بواحد الاختبار، اختبار ديال الصندوق الغامض. تنظن انكم كاملين بغيتوا تعرفوا على الموضوع ديال هذا الاختبار. مستعدين؟ مستعدين. يلا التحقوا بالاماكن الاشغال ديالنا. الصناديق الغامضه غتكون لحظه تشويق واثاره لنجومنا، فيها غتحدد معالم الاختبار اللي لازم ينجحوا باي طريقه، حيت اي اخفاق غادي يحرم الجمعيات اللي كيلعبوا من اجلها من الامتيازات الماليه. انا قدام الصندوق الغامض وانا مخلوعه لان تكون شي حاجه اللي ما كناكلهاش. كدوزك بزاف الامور في راسك، كاين تما شنو غطيب، واش نقد نطيب، واش غادي نكون في المستوى، واش نعرف ولا ما نعرفش. المهم داكشي مرول في دماغك. عثمان شنو تظن كاين تحت هذاك الصندوق الغامض؟ عطوني كل شيء ما تعطينيش شي دجاجه ولا شي حاجه. كل شيء من غير دجاجه؟ من غير دجاجه بهذ الساعه هذه. اوه دجاجه. امينيوكس؟ هاي. هاي. هاي مكونكتي. What do you think there is under this mystery box, sir? I think it could be something delicious. Delicious. يا حبيبي. دي جوج خواتاتي بنات والوالده مفشاش. انا الكبير
ما الراجل ضد الدار ما يمكنش يدخل الكوزينه، ولكن شاءت الاقدار في ماستر شيف سيليبريتي انني نبين لهم انني مقدمه من احسن من داك الشيء، واخا ماشي احسن من الوليد. ملي غنعطيكم التوب غتحلوا هذاك الصندوق الغامض وحطوه في الجنب، واخا 3 2 1. المشاركين بكل حماس وتخوف غادي يتعرفوا على اولى المكونات الاجباريه في هذا الموسم. واش كل صندوق كيحتوي على نفس المكونات؟ قيد الشعريه ومنط كيخدم العقل، واخا ساهل هذا الشيء ولكن قلت ما يمكنش غادي ندير غير الشعريه بوحدها. فاش حليت الصندوق تفاجات لانني تلاقيت الكسه شامبينيون ولا سيبوليت، اشنو غادي ندير بهادو؟ عبلة فاش تفكروك المكونات اللي عندك في لونفونس ديالي، يعني كبرت مع الدجاج. بغيتي تقولي بانه هذاك الطبق كنتي كتاكليه بزاف صغرك؟ لا، كان معني كانت عندنا واحد الفيرما وكنت كنبغي نسرح معاهم. كتسرحي مع الدجاج؟ نجات بلا ما تسولي لي زانغريديون اللي تحطوا لي انا، حطوا لي كفته وبطاطا والفرماج روج، فبالزربه انا غراتا لانه شي حاجه اللي كتعجبني كتعجبني طول باقا كتعجبني لدابا. اسمعي بغيتي نقول لك واحد الحاجه سهله، قولي دابا دوك المكونات اللي عندك واش تقدري تصوبي بهم شي موال قبل ما تصوبي الطبق؟ الليمون اللي غاروا مني وقالوا لي واش عاجبك فيها، الله الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عاجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فاني خدوا عيني شوفوا بيها. حاجة اللي خاصكم تعرفوا أنه فن الطبخ تربطنا مع الماضي، كاين واحد النوستالجيا اللي كاينة. طبيعة الحال كاينين بزاف ديال النكهات أو ديال الريحات في الطياب اللي تيرجعونا للطفولة ديالنا، ولكن هذاك الوقت سالة بالنسبة ليا. ملي كنت ندخل من المدرسة ريحة الكيكة وفيها داك الليمون، هاد الشي اللي تيفكرني في الطفولة ديالي. المطلوب منكم في هاد الاختبار هو أنه تسافروا بنا في الماضي ديالكم في الطفولة ديالكم باش ناخذوا واحد النظرة على الطفولة ديالكم وكيفاش كبرتوا كفنانة. ماشي مشكل إلا درتوا اللمسة الخاصة ديالكم في هذاك الطبق ديال الطفولة ديالكم. حد سعيد لكم كامل. هاد الاختبار عندكم ساعة ونص، غادي تحاولوا تصوبوا الطبق ديالكم اللي كيفكركم في الطفولة ديالكم، مفهوم؟ عندكم ساعة ونص، والمكونات اللي عندكم عاد كاين عندكم مكونات هنا من ورا هاد الريدو باش تقداو من لي بيسخي، عندكم 5 دقائق، يعني ما بقيش باقي يمكن لكم ترجعوا، مفهوم؟ إذا شاف مريم يلا معايا باش نفتحوا لي بيسخي. حانوت ماستر شيف هو بدوره تحلى بألوان المشاهير وكيحتوي على ألمع نجوم الأسواق الغذائية. نتمنوا من المشاركين ديالنا يستغلوها بشكل جيد للإبداع في أطباقهم. كيف كتشوفوا ليبيسري فيها كل المكونات اللي تشهيتوا ومتنوعين. شوف تبارك الله الخير ديال مولانا وتو سكي لي برودوي فري راهم في الثلاجات. فهم؟ فهم شيف. ما سمعتكم؟ وي شيف. لا تا جوج واحد دم يلا كلشي كيجري الا دون بريك غادي بشويه عليها مسكين ما ساعدتو شي الظروف ما عندك مثلا. الشباب يا شباب اعطينا واحد الزعفران زغبه نوق اسبوع ربع ساعه غادي بلاصه ثم ثم الحلامه صافي. بأجواء مريحة كتنتهي 5 دقائق ديال التقضية باش تبدا أول قصة ديال نجومنا مع رحلتهم في عالم الطبخ، ولا غيدشوها بأطباق كتوحي على الطفولة ديالهم. أجيو نتقربوا منهم نشوفوا بعدا كيف دايرة تقنيتهم في التحضير. هاك ما عنديش مع التقطيع ديال الدجاج يا خويا. أنا ما عمرني قطعت الدجاج. فهي كتبان لي فرحانة وما عرفتش ليها بحال هكا. كنقولها منين غنبدا التقطاع هادي وأنا كنشوف الوالدة كتقطع مع عمرني زعمت زعما تعلمني ولا شي حاجة. فعانيت من هاد النقطة هادي. هاك الكالامر تغسلو، هاك الجلبانة قشرها وبقيت هنا تنغدى في الصباح. ساعة ونص باش نوجد الطبق كافياني، ولكن ملي كيكون عندي الحوت مغسول، الجلبانة منقية، دابا لقيت عندي لي كالامر خصني نغسلهم، خداو لي وقت بزاف، باش نقي الجلبانة مشكلة. خص النظافة
والنظافة من الإيمان. نعم هيا الشاف موحى جاي. نعم الشافة مريم في الملحة من والزدة لا 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 حمودة. رشيد رفيق كيف العادة الحياة والسعادة نخاف غير ينزل لجنة شي بيضة بالتفاح مشلضة. في هاد الأثناء نجومنا منغمسين في التحضيرات الأولية والأكيد كل واحد فيهم باغي يبين على أحسن مستوى ليه في الطبخ باش يكسب الامتياز على جميع المستويات. طاح فيك طاجين ديال البطاطا والجبانة اللي هو ديجا ما كنعرفش نصوبو الصراحة ما عمري درتو و اون بليس خص تكون شي حاجه اللي هي تكون شويه اوريجينال ما بغيتش ندير لهم طاجين عادي دونك انا كنخمم ان شاء الله يكون خير. كنتشكر هذوك لي مومون وانا صغيره وكيكون سخطو البرد الشعريه سخونه وانا كنبغي ناكلها كل نهار كل نهار كل نهار. قلت ما يمكنش غادي ندير غير الشعريه بوحدها خاص ضروري ندير معها شي حاجه دونك اختاريت ندير معها خضره سوتي فيك انا فاش كنت صغيره ما كنتش كناكل الخضره. المهم داكشي فكرني في واحد الطبق اللي كانت كتصوبو جدا الله يرحمها والوالده حتى هي كتصوبو لنا هو الغنمي باللوبي الخضراء وواحد لاصوص طوماطم من الفوق. المهم في بلاصه فكرت فيها انا انسان دجاجي ما انا كنحب الدجاج وملي لقيت الدجاج صراحه فرحت ما وان شاء الله يعجبهم ان شاء الله ان شاء الله عندي لي واحد الفكره ديال الوالده كدير عليا عزيزه علي. هذا واحد الفلا كنت كناكلو ملي كنت صغيره بزاف كان كيصايبوا لي الوالد ديالي الله يرحمه ولكن عمرني في حياتي ما طيبته. كنفكر واش غادي نقدر ننجح ولا لا واش غنقدر نقدمه باحسن صوره خصوصا ان البلا اللي عندي في الشكل ديالو عادي يعني كيخرج بحال 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 خبز. حفيظه معاك عندك الكابون لا تستحيي ما بالرغم من الجو المريح اللي سائد في الورشه الا ان البعض كيفضل الاشتغال بهدوء وتركيز وفي صمت في حين البعض الاخر الصمت والهدوء ما داخلينش عندهم في قاموسهم لكن الاهم هو ان الانسجام والتفاهم والتعاون حاضرين عندهم. احسن مرحله يلي واصل لها دابا انا مرحله طيبوبه الله يما دوق دوق هاد لاصوص لا 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 دوق كوتو سي نولي مريض ولا شي حاجه الله زوينه بالله ودوق بمعلقه قدك انا نعطيك معلقه قدي انا شي ماستر شاف سيليبريت الخدمه مع دونبيك كانت سهله وتعاوننا شويه ديروا شويه الملح بزار ما ديروش تقرا ديجا بالزر في الاول ما عرفتش القياس ديال الملح حيت ما مولفاش كنطيب دونك درت الملح قليل وزدتو اوغوزمون كي درت هذاك الشيء ناقص وزدت وما درتش لو كونترير حيت لو كونترير هو اللي صعيب. هذا ما تحرقاش تحرقت لو بلا ديالي الاول وتخلعت فرميتو وعاوتاني بديت من جديد. ساعة ونص لأمام المشاركين لتقديم أفضل ما كيعرفوا في الطبخ من المكونات إجبارية واللي مر منها جزء مهم وبالتالي الضغط كيتزاد عليهم وكيعرضهم لأخطاء كثيرة ولازم الآن من مرور لجنة التحكيم لتقديم المساعدة الضرورية. دون بيك وي دابا الكفته ديالك الكفته ديالي مضرب معاها مضرب معاها علاش علاش هي اللي كضرب ولا انت اللي كضربها الكفته كتشاك فيها الكفته مكنزه ما بغاش طيب دونك كنبقى نقلب فيها كندير لها كتبقى باقا حي النينو في الثقل ولا فاش حطيتيها ما حطيتهاش مقاده فعليك في الاول منين تحطها تشحر البصله علاش درت تبات شحال تاع البصله والخضره دابا هي نشفات لك راه مزيانه واخا كتشوف هكا راه مزيانه. دون بيك انا بغيت انا عندي واحد السؤال شنو غدير باش تشيك هذاك لو اشي بارمونتي؟ وغنزيد ليه اون صوص. سي بيان سي بيان باش يبقى وغادي ندير عاوتاني واحد الحاجه اللي ما كناش كنديروهاش بفيغ ان لي بلو توست دو فاسون افواغ ان كوتي كروكون في التحت. داكور. المهم كروكون الا بغيتي كوتي كروكون الا درتي توست لا الا درتي توست لتحت ما غيبقى لكش كروكون حيت غيشربوا هذيك لاصوص كامله. قبل الخبز ديالك قطعوا بلون بورتو بيس ودوزوا في الزبده دير الزبده حمروا وحطوا فوق منه وتقدر تشد الفرماج يعاود يتحمر مازال. ويعطي منظر زوين. داكور. الله يعاونك. ميرسي بوكو. نجات. هلا. مزيان حيت شفت الاشي ديالك درتيه في الفران درتو في الفران اه دابا تندير غير الخضره صوتي اها وغنزيد عليهم الربيع واخا غنزيد عليهم الربيع هادو ساليت كيفاش ساليتي؟ انا صافي درت هذاك البصله ولكن البصله مقطوعه كبيره كنت عواله نديرها صغيره بداو كينزلوا لي الدموع وقلت انا غنبقى نقطر راه مقطوع عليا دونك نهزها وقلت انا غنطيبها بزاف تدوب وما دابتش. اللوبيا
كديرها في الماء سخون هدرت الدلع درتها في الماء سخون ولكن خرجت جا في الثلج ودرتها في الثلج ما كنتيش تسمعي نسيت صافي وهاد المره الجايه ديرها في الثلج دابا الله يسامح الله يسامح الله يسامح حنا مسامح كريم حنا مسامحك غير يكون بني واخا الله يعاونك يلا سعيد شكرا انا عايزه اطبخ وحدي سنفريت سنفريت انا جيت الزيت كون شتي حالي تبكي بالدموع الوالي انتباه ويشاف ما بقات لكم غير 45 دقيقة يلا انا وصلت لمرحلة بقباقة احسن مرحلة بلاتي بلاتي امينيكس بلاتي امينيكس ها انت واش انت هاد فرشيطه صغيره وكتقلب بطاطا بغيت تقلي بطاطا ولكن انا ما عرفتش ان البطاطا عندها واحد الحاجه كبيره كتهز بها وكتقورها انا جالس بالفرشيطه هكا وخوفا من الزيت عاد اللي كتكب عليا واول حاجه شوف شوف البلاصه الخدمه ديالك كي دايره كيسمح لي الشيف مهابي كيكون حداك رشيد رفيق توقع هادشي رشيد رفيق سطاني لانه كان حدايا وكيجي كيوز كيقطع عنده البصله وكيلوح لي انا امينيكس غير بغيت نقول لك حيت قلنا لكم حاولوا ديروا شي حاجه شي شويه مشيكه ياك فوق تستعمل واحد كامل تقدر تستعملو غير طريف صغير بحال هكا شنو يكونوا قد قد وحده قد اخرى باش ياخذوا نفس الوقت ملي نقص لا حيت الى عاد سخنتي راه عاد غينشف لك بزاف دونك ما نعاود نسخنو صافي غير غطيه غطيه بالالومنيوم بدا كاينه كاينه البنه حنا اللي غادي نقول لك واش بنين ولا ماشي بنين ياك صافي اوكي مرحبا اش هاد الصنع ديال لاصوص اسمو اصنعتي بها ونورمال هو التومة بحال قلتي التومة سوفاج التومة ما قطعتهاش مزيان ما كاينش الصبر شويه حنا الله يسمح لينا من الوالدين ما قطعتهاش مزيان كتبان لها واحد التومة بحال فارده الوجود ديالها وسط ديك لاصوص احسن حاجه الا قدرتي تحن هاد لاصوص بشويه زيت البلديه وتحنها مزيان وتباسيها باش تولي ليس وغتعطي المنظر في لاسيت ديالك ولا غتجي حيت بغات تفرض الوجود ديالها التومة شنو تيحساب لها راسها راه غا التومة مطيشة لا لا هم ولا تاع صافي ما عندي ما ندير انا دابا نبقى نتسنى وصافي غادي مزيان دابا في الطياب غادي داكشي مزيان المشكل شنو هو الصفارة واش تصفر لان باش تحل خاص الصفارة تصفر وكنشوف الوقت كيدوز هادي بدات كتصفر بدات الصفارة عاد ارتاحيت ما مولفش اول مره غادي نطيب طاجين شي باقا غا هنا الله ايه هادي الباطيات درت معاها لك كشم خيش هادي لك كشم خيش لا قمر شو هاد الشيء مسجيك في الحطه شو حضرتي لنا الوغ درت دي اواك دو ليغوم هنا درت لا باتات دوس اون فري واخا واخا ولا مارينات غادي جي لي ريدويت وغادي نابيها ودابا هادي الشيء كتبها بالشينوية ولا شنو هادشي؟ لا هادي بالباب باب 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 بابية باب باب لا مزيان 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 غير تكونسنتري مزيان دوقي كل شيء بيان سور وتكونسنتري مزيان في الحطة ديالك الحم باغ كونت واش عرفت ولكن غادي نزيد نقليه ولا نخليه لا لا صافي صافي بارك الله فيك يلا بان شانس ميرسي نعم وراكي غادي مزيان ميرسي هبلا وي الو فين وصلتي تحرق ليا لا بروميير فوا تحرق ليا كلا تحرق ليا لي زونيو اول مره لا شنو تحرقات عاودتي مشكل عاود صحابي صحابي الدجاج تحرق لا الدجاج باقي ما تحرق قريب درتيه في كوكوت الدجاج في الاول درته في الكوكوت تحرق دونك دابا غن خليه هنا واخا دابا لي فريت صافي بارك خرجي لي فريت خرجهم لا لا راه باقي باقيين لا ولكن انا لي لا 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 ملي كيوقفوا عليك لي شيف كتستريسي حيت كتحاول تبين بانك كتبدع في الطياب ولكن كيعطيو نصائح اللي كيمكن لك تربح بها الوقت بزاف واللي كتكون انت دي زيتاب اللي غتكون غتنقزها عبلا دابا الى طابو تيطيبو حيديهم ومن بعد خليهم في هاد الزويته بارفي ولكن خلي ماشي هنايا فهادي نيت يلاه شعلي العافيه باش شويه ودابا ملي يطيبوا حمريهم ولكن عندك اصبع صافي بارفي جول الاطباق كملت طيابها وغتمر الان لاعقد مرحله اللي كتعطي قيمه مضافه للطبق وهي الدريساج ونجومنا واعيين باهميه هاد النقطه
تقطع عند الحكام اللي ما غاديينش يجاملوهم في التذوق. انا كندغي سي وانا عارفه راسي اش نبغيت، لان الواحد خصو يبريباري راسو سيكون بروفيسيونيل. درجي عاوني هضره زواق حمار. الدريساج عاونتني في حماقه ولكن ماشي بزاف، وراتنا كيفاش طمت ثلاث صافي وكملت انا من عندي صافي، حيت اول مره انا غندير الدريساج. لا اسمح لي غادي نحط الله ناري خاصه خربقت لي الدريساج. صافي خلاها مزيانه حلاوه وتشي الزيتونه. الملاحظ ان بعض الاطباق تعاود لهم الدريساج ديالهم عده مرات للحصول على نتيجه مقنعه بالنسبه لهم، لكن راي لجنه التحكيم هو الكلمه الفيصل. وانا هذا هو جهدي عليكم. انا رقم 60 يا عمك. شو هذا صوب مرقه كتكون في غاندي. اللحم هو الاول، الجلبانه البطاطا، الجلبانه خاصها تشد بلاصتها، كنشوف البلا خاصو شويه ديال المرقه، درت المرقه البلا ما بقى كيسوى حتى شي حاجه ولا داير بحال شي فلون. لا راه نضربك. لا 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 فريتا هادو راه سخفوني وماشي ديال الكوزينه وماشي ديال المعيشه اصلا وماشي ديال ماشي ديال اي اي حتى حاجه، ماشي ديال والو. نورا تفضلي. اول حاجه فكرت فيها وانا غاده بالطبق ديالي عند لجنه التحكيم، الا تعكلت وهادشي كله طاح في الارض شغيوق علي. شنو الصعوبات اللي لقيتي في حدا الطبق ديالك؟ المشكل كان عندي انني خصني نغسل لي كالامار، نقيهم مزيان، نقي الجلبانه، يعني داك الخضره اللي كتاخذ لي الوقت ساعه ونص كافيه، ولكن داك الشيء اللي كيتوجد قبل هو اللي شويه ستريساني. شكرا نورا، ندوزو التذوق. شكرا. وانا راجعه كنقول نقدر نربح نقدر ما نربحش، ديما كنحط الكفه فيها هكا جوج الاحتمالات. الطبق ديال نورا لابيلا بقواعدها، يعني الروز هو هذاك، النسمه ديالها بحال تقول تقال اسبانيا، ومصوبها ديك سبليوني تبارك الله عليها بنينه ولذيذه. الحاجه الوحيده اللي كنقول يمكن هذاك الروز كان عليه يكون فازق شي شويه اكثر، ولكن غير هادشي برافو عليها فريمون برافو. ندوزو للمبتبه اللي ماشي؟ يلا. نجات تفضلي. نجات وي شاف. الو في هذا الاختبار الاول واش لقيتي شي صعوبات؟ طياب واعر. طياب واعر ياك؟ الصد العافيه ضرني راسي، كنشوف كل شيء كيزرب وكل شيء كيطيب، حتى انا جاتني داك السم. ومالهم هما انا خصني نعرف. طورت ودرت هذاك خيزو اللوبيا وما قالتليش بنيتو حل توحل، دير خضيره دير عليها قزبر ومعدنوس والثومه وزيت العود. شي اللي درت غندوزو للتذوق ونشوفو واش الطبق ديالك في المستوى. شكرا نجات تبارك الله. شكرا نجات تفضلي. بالنسبه لي هذا طبق اللي يقدر يعجب الكبار والصغار، وصفه بسيطه سهله ولكن يديها بنينه. واش بالنسبه للتقنيه شي حاجه لي تري افونسي؟ لا، ولكن بنينه سي ليسونسييل. ميتريزات مزيان لا كويسون بنين، غير حاجه واحده دابا خصها واحد الاجتهاد في التقديم، كان علامه سلبيه شرط التبسير يكون بلا باش يعطي لا هوتور. جات بحال مدفون هنايا في هذا المغارق، ولكن البنه كاينه في يديها، وان شاء الله غادي تعطي اطباق اخرى اللي غادي يكون احسن. ندوز للمتابع اللي ماشي؟ يا بسم الله. حماقه تفضلي. بسم الله. سي زولي. لا كنعرف طيب. قمر. حماقه. وي. دار. قمر شكون تيطيب في الدار عندك انت ولا راجلك؟ لا انا بيان سور انا هو كياكل. هو تياكل سي تو. وانت تطيبي. بون شوز. قمر بغيت نقول لك هنيئا لك، حيت الاختبار الاول تنشوفوا اجتهاد وتتخدمي بطريقه نقيه زويونه، عندك افكار تنتمناو لك تمشي بعيد في هذه المباراه
ودي بزاف 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 فلوس ان شاء الله لاسوسياسيون هذا هو البيت. شكرا قمر تفضلي. ميرسي. المذاق هائل، لاصوص اللي دارت والحمار رطبه فتيه، حاجه واحده اللي ناقصها الحمار ناقصها شويه ديال الملحه اللي كانت كان عليها تزيد شويه الملحه، ولكن طبق ملون تبارك الله عليها. ندوز المتبرع المجي. يلا بسم الله. كليله تفضلي. وانا غدا عند لجنه التحكيم بالطبق ديالي، هي فرحانه بها، عجبني كيفاش صايبته. كليله درتي واحد الطريقه اللي نقولوا طرومبلوي، مي تنشوفوا الطبق ديالك نقدروا نفكروا انه ديسير او امتي كب كيك، ولكن هو مالح. دونك الفكره كانت ذكيه مزيان. ميرسي بوك. فرحانه بالطبق ديالك؟ فرحانه به، كنتمنى نتوما تفرحوا به. ما بقى لنا غير ندوزوا للتذوق. شكرا كليله. ميرسي. انا راجعه كنتمنى يعجبهم الطبق ديالي ويجيهم، يعني حتى في الشكل كيفاش قدمته لهم يجيهم شويه اوريجينال على 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 الطبق الاصلي كي داير. كاين واحد الذكاء وكاين واحد الخدمه اللي هي زوينه، واللي هو زوين بزاف، وهو لاصوص ديال الشامبينيون ماشي بنينه. هذاك لاكاجو عطى واحد واحد لا كونسيستانس، واحد المذاق اللي تري سبيسيال. دوزو متابعين. يلا بسم الله. فاتي تفضلي. فاتي. وي. باقي كتاكلي الشعريه ولا مابقيتش كتاكل؟ لا اون فيت هاد لا بيريود كامله من شحال من شهر حبست بزاف الحوايج، وكناكل سورتو الخضره ولي فروي. انا من المحبين ديال الشعريه، باقي دروك تنصوبها مطيشه في الليل. هادشي علاش كاين فرق كبير بين الفورما ديالها والفورما ديالي. بنينه. انت باقي كتاكل الشعريه وانا ما بقيتش كناكل الشعريه. انا باقي كناكل الشعريه وغادي ندوق هاد الشعريه باش نشوفها كي دايره. ايوا كنتمنى تعجبكم. ميرسي. تفضلي. الشعريه غادي نسميوها الشعريه غوفيزيتي. بنينه وزاد فيها خضيره، تقديم هائل، زعما دار اجتهاد كبير وتبارك الله عليها. شاب مريم تنظن انها كابابل طيب احسن من هي تظن راسها. تنظن عندها بزاف ديال لي كاباسيتي وغنكتشفهم ان شاء الله. يلا ندوزو للمتبرعين المجي. يلا بسم الله. عبلة تفضلي. شنو حضرتي لنا؟ درت شي حاجه فريمون ديال الاطفال. وفيكو كيعجبني الدجاج، دونك درت هاشتاغ اي لاف دجاج. هاشتاغ اي لاف دجاج. يلا شفت، يلا شفت مزيان. بقى لنا غير ندوزو للتذوق. شكرا عبلة. شكرا لك. صحتكم. مشات على شي حاجه اللي كلاسيكيه، وتنظن انه هذا الطبق تمثل الطفوله ديال بزاف ديال المغاربه. طبيعة الحال شاف يعني سامبل، كان كنخلص واحد شويه المريقه، واحد شويه التغميره، وشويه ديال المصير، الحامض المصير، وشويه تزيد شويه الزيتون، ولا تحيد غير الزيتون العلفه شويه، كان يكون احسن. ولكن تبارك الله عليها. ندوزو للمتبرع المجي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. اميليكس تفضل. اول مره غنطيب الصراحه، كنتمنى ان شاء الله ان بلاي يعجبك. دابا انت اول مره ابتكرتي هذا الطبق ديالك. وقدرت تبتكر شي في الموسيقى شي حاجه دابا. اليوم قضيه مربوحه، قبلتي الشاف مريم والشاف موحى. انا اللي غندي ماستر شاف، واخا بلا ديالي ما فيه ما يتشاف. ما بقى لينا غير ندوزو للتذوق. شكرا. ميرسي شاف. شاف بالنسبه لي المره الاولى اللي شي واحد تيطيب شي حاجه، ما غنقولوش بالنسبه للنكهات او التقنيات شي حاجه واو، ولكن بعدا ما حرق حتى حاجه. اللحم ما خضرش، الروز طايب بخسك، وبالاخص هو ما وقع عليه والو. هو ما وقع عليه والو. ما تحرق ما تحرق ما الحمد لله. دونك سي ديجا با مال. يلا ندوزو للمتبرع المجي. يلا بسم الله. انس تفضل. أنس شكون اللي تيطيب في الدار؟ الوالدة. سمعت شي حاجة أنه دوزتي قبل ما تجي الماستر شيف سيليبريتي واحد ستاج ديال 3 أيام عند الوالدة. كاينة، غير وكان ما تكونسونطريش بزاف. تبارك الله عليك أنس، الطبق ديالك التقديم عندك هو هذاك.
بصح فرحان ايوا المهم كاين شويه وزعما الشيف بوحه كامل ما غاديش نقول لك مزيان بزاف ولكن دونك انا غندوزو التذوق. شكرا انس. شكرا يعجبكم. شكرا بارك الله فيك. مشي فحالك سير الله يعاونك. لا ستار ديال الطبق وما الخضر الطيب ديال البطاطا هي هادي كديك جليبينه كيفاش خلاها محلوله مزيان. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول اللحم مازال قاصح شي شويه وخا لاصوص بنينه ولكن اللحم شي شويه قاصح. دابا داك الشيء من عنده داك الشيء اللي قال لي راسو قال لي حط الجلبانه هنا هادي هنا بالجلفه ديالها ودار واحد زوين تقديم هائل. دوزو متبارين ماشي يلا بسم الله. عثمان تفضل. مرحبا شيف. عثمان يو بالنسبه لك الطبق ديالك صافا ولا صافا با؟ صافا تري تري بيان. انا في ماستر شاف سايق في راسي عمرني ما نخاف مع الشاف موحى غادي نسلم اللوحه ترونكيل. تمام. اللي بغيت نقول لك من الشوفه الاولى لي صوص ديالك باينين بيان ريدويت مدغمرين مخدومين مزيان. بالنسبه لا كويسون دو لا فيون بعد غنشوفو نسبر كو لو غو فا سويفر ان شاء الله. نتمناو. بون ابيتي. شكرا. ميرسي. شكرا لكم. اول حاجه اللحم زبده الماتيشه مقومه مزيان ليس و زيدوا فيها واحد الحروره كتجي من بعد يعني ما كثير ما قليل بنين هائل. خصنا غير واحد شويه الخبز باش نبداو تنغمسوا ونكملوا هذا الطاجين. انا بالنسبه ليا عثمان فاجئني بزاف ما كنتش تنظن انه النيفو ديالو غيكون بحال هكا خصوصا بالنسبه للنكهات والنيفو ديال لاسيزونمون. تبارك الله عليه طب طب طب. نزول المتبرين ماجي يلا. ايهاب تفضل. ايهاب نعم. ما بغيتيش تغني لنا شي حاجه باش تفرح لي فان ديالك و حتى حنايا بطبيعة الحال. هيا مرحبا مرحبا. اي حاجه اللي بغيتي. سولت عليك العدو النايون غاوت لا 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 سولت عليك الورد والزهر ونسامو سولت عليك الياسمين سولت عيون صغير سولت عليك والعشق والهان سولت عليك صحاب الغيوان أهل العود عطاني خبار ولا الناي كشف لي صرار سولت عليك العود سولت عليك الناي. الله يطول عمرك. صوت جميل تبارك الله عليك. بغيت نقول لك بالنسبه للتقديم اللي درتي ما غيكونش في المستوى ديال الغناء ديالك ولكن ولكن المره الاولى والاختبار الاول مزيان ما بقينا غير ندوزو التذوق. تفضل. مرحبا. شكرا. شكرا. الله يبارك فيك. التجربه الاولى برافو عليه. كاين شي اخطاء بالنسبه للتقنيات اللي استعمل مثلا الدجاج شي شويه ناشف ولكن بنين لا بوري ديالو مزيانه واحد لا كونسونطراسيون اللي شفت فيه اللي عجبتني بزاف. ندوز المتبرين ماجي. يلا بسم الله. يلا بسم الله. رشيد تفضل. كيف داز الاختبار؟ كان شويه الضغط كان شويه انا مره تنقول راه غادي نصوب مقطع الخيزو هو الاول كذا نديرو يتسلق وكنسمع الوقت ما بقاش خصني نصوب اللحم. واحد اللحظه دخلت سخنت الماء قلت نتوضى ارتاح شويه ما عرفتش شنو واقع بعدا وفعلا توضيت والحمد لله. رشيد ما بقى لنا غير ندوزو التذوق. شكرا. شكرا تبارك الله. مرحبا. بارك الله فيك. ميرسي. الطبق ديال رشيد مزيان الصوص مزيانه اللحم شويه قصح لي شويه فريمون با مال تنحسو بانه هو كان تيطيب وتيذوق عنده مع المذاق. يلا ندوزو للمتبرين ماجي. يلا دون بيك تفضل.
كي جاتك التجربة العجيبة والأولى في ماستر شيف سيليبريتي؟ سي بون اكسبيريونس، كتعلمك بأنك تكون على القرص. كاين نسبري ديكيب، نجاة تعاونت معايا في شي حوايج إلى إي سي هي وحماقة يديموليو داك البلان، مي سي با مال. يعني كيبان لك بأنه قلالوا العزالة في ماستر شيف وكثروا الجزارة. تبارك الله عليك دون بيك، هذا شرف لينا. شكرا، تفضل. شرف لي. شكرا، شكرا. ميرسي بوك. لا سيزونمون هو هذاك الكفته، كيفاش داير لا سيزونمون ديالها لا بوري، وخصوصا هذيك لا بيتي صوص او بواغ لي صوب. كاين بزاف ديال المجهودات. نقدر نقول بانه كان عليه غير بدات خلاصيات، ماشي بان داك الشيء طالع، هادشي اللي نقدر ندوز، ولكن المذاق كاين وتبارك الله عليه. شاف موها شنو ندير لك، ندوز المداوله. يلا بسم الله. يلا كاين اجتهاد على مستوى الطياب، لكن بقي ما كايناش جرأة في الافكار، واللجنه كتشوف انه ممكن يكونوا ابدع. واقفين مجموعين مصافين كنتسناو، وكان شاف موحى شاف مريم. احساسي وانا واقفه بطبيعه الحال كنتمنى نربح، واحد الاحساس مخلط فيه يا ربي نربح وفيه يا ربي ربحنا 100. باسم لجنه التحكيم ماستر شاف سيليبريتي الدوره الرابعه، فوجئ لكم انتم الفنانه 12 بكم، النيفو عندكم طالع، يعني كاتريام ايديسيون تبارك الله عليكم، لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه التقديم بينتو شي حاجه، لانه الاختبار الاول ديما كيكون صعيب، لانه يلا كتوالفوا مع الماتيريال وكتوالفوا مع الورشه. النيفو طالع تبارك الله عليكم، بغيت نشكركم ونقول لكم تبارك الله عليكم، برافو. بطبيعه الحال النيفو كاين فيكم اللي تفوق، كاين اللي شويه باقي خصو شويه ديال الخدمه، ولكن واحد فيكم او وحده اللي نالت الاعجاب ديال لجنة التحكيم، والمذاق كان فوق المستوى، وحتى التقديم سامب ولكن انيق. واللي عرف يقدم طبق ديال الطفوله ديالو وعطاه حقه بنين وتقديم غزال، الفنان او الفنانه. شكون قدر يعبر على تفاصيل طفولته بامتياز في الاذواق والنكهات؟ شكون نجم او نجمه الاختبار الاول في هذا الموسم؟ عثمان. هي قدمت مجهود، حاولت ندير احسن ما عندي، ولكن لفات نسمع ديك عثمان انا صافي بحال صرفقتيني، قلت ويلي ما يمكنش. علي عثمان، علي عثمان، علي عثمان. الحمد لله باش اللي عاونتو. عثمان، بالنسبه لك غدي اول نجمه ديال الكود كور لهذا الموسم الرابع ديال ماستر شيف سيليبريتي، تبارك الله عليك. ولا ما كذبش عليك، دابا اول نجمه وفرحان بها بزاف، وصافي دير بوكو شوز بور موا وليك الجمعيه، وغادي نخاف نتبلى باش ولدقت له دابا هذا المذاق ديال الربح، خصني ديما نكون، خصني دابا نجاهد. عثمان، في الاول ديال هذا الاختبار قلت لكم حاجه اللي مهمه في ماستر شيف، اي ماستر شيف، وهما النكهات والمذاقات. طبيعه الحال بالنسبه ليا او شيف موحى ما تنتسناوش شي نيفو ديال التقنيات اللي عالي، حيت ماشي الموهبه ديالكم حيت نتوما فنانه، ولكن ما شاء الله عثمان بالنسبه للطياب ديال اللحم ديالك كان زبده، لي صوص لي صوص اللي صوبتي، هذيك الدغميره اللي صوبتي كان مذاقها هو هذاك، لا كونسيستانس ديالها هي هذيك، ولا بتيت صوص ديال لا طوماط ليس زوينه، تبارك الله عليك. شي حاجه بسيطه ولكن كل شيء بالنسبه للتقنيات كانت مضبوطه، وبالنسبة للمذاق كان في المستوى. برافو عليك. برافو الله عليك. برافو الله عليك. فرحنا لعثمان، غير هو حماقة ونجاة قوسوا عليا أنا ونورا. نورا كان إلا غيديوها ألوغك غيديها لمية. عندك كود كوغ، يعني عندك 5000 درهم اللي ربحتي الجمعية ديالك، أسميت الجمعية ديالك، واش يمكن تقول لهم؟ الجمعية سميتها جمعية ابتسامة، كتكلف يعني ب ذوي الاحتياجات الخاصة، كتكلف بالأمهات العازبات، كتكلف بالمسنين وبالـ SDF، دونك هي بنيت مكناس و إلي تخي أكتيف، و سا مفي بليزيغ نكون يعني جبت ولا غير هذيك لابتيت بيغ في ليديفيس باش نعاونهم شي شوية، سا مفي بليزيغ، وغنديروا إن شاء الله مجهود باش نديو لهم كل شيء تحت مير بحشي حاجة. أشنو يمكن لك تقول لهم دابا؟ اليوم هما
الجمعيه الجمعيه شنقول لك نتمنى نحمر لهم وجوههم ونكون في المستوى في حسن الظن ان شاء الله. غادي نصدم الاولى بلاتي خليكم معايا. برافو عليك اسمان. المهم شرفت بديك داك الطبق ديال جده الله يرحمها الوالده يعني بمرتي بالنسبه مولف داير بناس كيطيبوا مزيان. اذا الفنانه ديالنا غنتلاقاو من دابا شويه اختبار ثاني خارج الورشه بريستيجيا بلاج دي ناسيون. مستعدين؟ غنساعد لكم. نطلع لكم وبرافو. الموعد الآن خارج الورشة، نجومنا 12 توجوا لهذا الفضاء الراقي المتموقع أمام ساحل سيدي بوقنادل لاستدراك كل هفوات الاختبار الأول. المكان عجبني بزاف، كنت كنمشي ليه فاش كنت صغير، بزاف ديال الحوايج كيون فلوري تما، كاين طونيبيلات ديال الغولف اللي كنشوفهم في التلفزة كيفاش نلعبوا، تفرقنا بهم، درنا بهم الكورس، درنا بهم الرالي اللي بغيتي، المهم حماقة تبجنا، واحد الأمبيونس كانت زوينة، الكادر مانيفيك. ما كان زوين بزاف داك الخضوره وداك الجو سي تي مانيفيك. انا ما كنعرفش الناس وما عنديش بيرم وعمري ما دوزت بيرم على العلم انا عندي 30 عام. بعد قليل الشاف مريم والشاف موحى غادي يوضعوا امام المشاهير تحدي اقوى يزيدوا يمتحنوا من خلاله ثقافتهم وتقنياتهم المطبخيه باش يكونوا صوره واضحه تكون خريطه الطريق لهم في هذه المنافسه وباش الاختبارات تكون اكثر متعه وترقى المستوى. ماستر شاف سيليبريتي المغرب. مرحبا بكم في الاختبار الثاني خارج الورشه في بريستيجيا بلاج دي ناسيون غولف سيتي. طبيعه الحال في هذا الاختبار انتم لابسين طابليات متلونين، يعني انتم ثلاثه الفروق، فريق اصفر احمر او الموف. جروب مزيان، تحت مع عثمان هو اللي خدا النجمه الذهبيه، دونك بارفي. فاتح حتى هي قمر، غادي ان شاء الله يكون شي حاجه. انا كنت معول على البيك وكليله عبلا ستيل ديالها ديال لي كريب. كليله كيف جاك الفريق ديالك؟ زوين، كنتمناو نديرو شي حاجه مزيانه. باش غطيبو شي حاجه مزيانه غديرو؟ بطبيعه الحال غنطيبو شي حاجه مزيانه، عندنا الثقه وعندي الثقه في الفريق ديالي اللي كاين معايا. واخا كنت كنتمنى انني نشتغل مع نورا ولا قمر ولا عثمان. رشيد اش هز في يديك؟ هذا زعما غادي يعاونك في الكوزينه ولا شنو؟ لا لا هذا كيب ما كي افونتاج اللي فيه هو ما كيشدش عيني وكيبقى معايا طول الطو. ماكيش الشانه زعما واحد هي هو كيشم. اش من سميه؟ مسعود. ونتمناو لكم السعد. شكرا. اللي خلعني هو واش نقدروا نتفاهموا ونكومينيكيو، لان لا كومينيكاسيون تقدر تضيع لنا الوقت الا ما تفاهمناش مزيان. امينوكس اش بالك في الفرقه ديالك؟ اقوى الاقوياء معايا خصوصا الاستاذه نورا. فانا اليوم ان شاء الله جيت ندعي معاهم. دعي معاهم ان شاء الله بالتوفيق ولابس كوموندون باش نشوف الامور واش غاديه مزيان. زعما انت اللي غادي تحكم في الفرقه ولا شنو؟ لا انا اللي غنحكم في الاخر. واش فرحان بالفريق ديالك؟ فرحان بزاف بالتواجد مع نجاة ونورا وايهاب، سورتو كو ايهاب ونورا تبارك الله حتى نجاة كيطيبوا مزيان. حماقة كي جاك اللون الاصفر؟ جاني فن. واللي معاك؟ الفن. حنا رغم الاصابه ان شاء الله غادي يكونوا في الامور مضبوطه. غادي تربحوا دوك الناس الجمعيه ديالكم ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا في هذا ليبروف ان شاء الله، اننا حنا نديو لاسوسياسيون ديال كل واحد يدير لاسوسياسيون ديالو المبلغ. عثمان وي شاف، انت اللي خديتي كود كوغ في الاختبار الاول والنجمه الذهبيه، اذا انت اللي غادي تكون رئيس الفريق ديال فريق الاصفر. مفهوم؟ صافي بليزير. هي راه مسؤوليه نكذب عليك مهم، ولكن جوني تي فيا نتيك لعبه، انا كابيتان. انا فرحانه بزاف لان عثمان شاف ديك، لان عليه المسؤوليه كامله ويخسر ياكل العصا. الفريق الاحمر والفريق البنفسجي انتم بيناتكم غتفاهموا وكل واحد غادي يتخير رئيس الفريق. يلا بسم الله. اذا بالنسبه لكم انتم الفريق الاحمر شكون اللي غادي تخيروا كرئيس فريق؟ مسعود. مسعود. بابا نويل. بابا نويل. اختارينا كليلة حيت قلت راه زعما راه غتكلف بينا وغتصوب لنا شي حاجة زوينة. بالنسبة للفريق البنفسجي شكون رئيس الفريق؟ نورا. نورا. هي اللي منورة فينا. عندكم تزعلاء دخل. لا لا. راكم فريق. حنا غنقليو الماء وغنديرو كلشي.
ما كيتخلع. تبارك الله عليكم. واخا المسؤوليه شويه ثقيله واخا هكاك قلت يلا نمشي. في هذا الاختبار الثاني ديال هذه الامسيه غتعيشوا التجربه الاولى ديالكم كفريق او الخدمه كفريق، ماشي شي حاجه سهله. حنايا اللي شاف تنعيشوها كل نهار في الكوزينات ديالنا. خاص نظام، بزاف النظام، تركيز، والحاجه اللي مهمه خاصكم تكونوا منسجمين ومفاهمين بيناتكم وتقدروا تبادلوا الافكار ديالكم ولكن بنظام. مستعدين؟ مستعدين. يلا طب الراحه ما كانش 100% 50% حيت كاين اللي كيطيب كاين اللي ما كيطيبش. مهم كتقولش غادي يوقع في هذا الشهر المبارك الكريم ديال رمضان. كيف كتعرفوا في العالم كاين تقريبا 2 مليار المسلمين، كل بلاد او كل منطقه كيفطروا كيوجدوا فطور على حسب التقاليد ديالهم. طبيعة الحال غنخلي لكم شيف مريم تعطيكم اشنو هو الموضوع. شنو هما الحوايج اللي مهمين اللي حنايا كمغاربه تلقاو ديما في الطبله ديال الفطور؟ حريره لو جو، برافو عليكم. فاكهه التمر، برافو عليكم. والحليب عامة. الحاجة اللي مهمة بحال اللي قلتو العصير. الحاجة الثانية البيض، البيض مهم، ولكن في هذا الاختبار الحاجة اللي مطلوبة منكم هو ماشي البيض مسلوق، خاصكم تلقاو واحد التقنية شي حاجة اللي تقدروا تخدموا بها البيض اللي بغيتو، امتي توملات، ميموسا، اف بوشي، أي حاجة بغيتو. الحاجة الثالثة واللي قلتوها صبة أو شربة، ماشي لابد تكون حريرة، تقدر تكون أي صبة. الحاجة الرابعة واللي مهمة شوية الحلاوة، خاصنا ولا بدا إما شباكية إما بغرير إما أي حاجة بغيتو. والحاجة الأخرى الواحد لازم عليه تكون شي حاجة مالحة فوق الطبلة، ولكن نتوما حرين. كاين بزاف الحوايج نقولو مثلا بيتزا، رغايف معمرين، بيتزا، برافو عليك، بطبوط معمر، بريوة، أي حاجة بغيتو. واخا الحاجة الأولى عصير، الحاجة الثانية بيض، حاجة ثالثة صبة أو شربة، ماشي لابد تكون حريرة، حاجة حلوة وحاجة مالحة. كلشي مفهوم؟ مفهوم. الحريرة ولا الصبة ولا ما عرفتش قالوا، وعندو فيها المالح والحلو والبيض والتمر، بقالنا غير شفنا من نمشيو نخطبوها وصافي. كيف طلبت منكم الشيف مريم فطور فيه عصير بيض صبة حلاوة الملاح الملوحية، إذن عندكم في هذا الاختبار ساعة. ما يمكنش يعني مائدة رمضانية راه كتعرف كتكون فيها حريرة مغربية، كيكون فيها بزاف ديال الأطباق، وتفاجأت واحد شوية من ساعة المكان. وإن شاء الله غادي يكون معايا جوج ديال الضيوف مهمين، وعندكم في الإبيسري 5 دقائق يا اللي عندكم. مفهوم؟ ما سمعتكمش؟ جوج ديال الضيوف غادي يديروا ديكستاسيون، زيد عليهم الشيف نوحة والشيف مريم، يعني خصنا نديرو 4 زيت بلاط في ساعة. طبيعة الحال الفريق اللي غيربح كل عضو في هذاك الفريق غيدي مبلغ ديال 5000 درهم لاسوسياسيون أو الجمعية ديالو. إذا تجاراو تقاتلو. واخا بيشيف 3 2 1 يلا بسرعة كتنطلق فعاليات الاختبار الأخير في هذه الأمسية، والهدف الأول فيه الحصول على أبجديات تكوين الأطباق اللي ما عرفناش واش المشاركين لقوا أفكارها ولا باقي. صلاة فينا يا البصلة؟ هاي صلاة فينا سير خذ حاجة أخرى باش نربحوا داك الخمسة دقائق في التقضية ونجيبوا كاع داك الشيء اللي بغينا. ديسباتشينا أن اللي غيدير شي حاجة يتقدى لها. صافي ما بقالنا والو. أنا بعدا في داري 5 دقائق باش نمشي نتقدى، ديك 5 دقائق باقي أنا كنخمم واش نخرج من الدار ولا ما نخرجش. ماشي كامل حناش غير غنحط منه نردو. إوا المسمن حنا ما نصوبوش. ضغط المسابقة بدا كيبان على نجومنا اللي الأكيد غيرتفع برايم من بعد برايم، نظرا للمسؤولية اللي على عاتقهم اتجاه الجمعيات وأيضا للتنافس اللي غيشتد بيناتهم. ودير ليا البصلة والماء وطحن كلشي. اتفقت أنا والفريق ديالي أننا نوجدوا حريرة مغربية لأنها هي اللي كتكون في مائدة الإفطار. طحن دابا مع الماء، طحن مع الماء وراه ليا، طحن مع الماء. طحن عصير بكاس كبير أسيدي. كلفوني بالعواصر بقيت كنعصر. عرفتي دوك الماكينات نقولوا عرفتي كنهود عند الماكينه حتى لتحت. لاطاش ديالي انا كيسكيتي هي شي حاجه فهمتي، جيب لينا كامله كدا سخن هاد. المهم انا كنتسخر كدا ومين طو كنعاون بحال هكا العصيرات لعيبات. انا فرحانه بزاف حتى المجموعه الاولى هي حتى واحد فيهم كيعرف يطيب من غيري انا،
دونك انا هزه حمل ثقيل. ساعه لتحضير نجوم المائده الرمضانيه للجنه والضيفين ديالها، مساله ما غتكونش سهله على المشاهير ديالنا، وباش يتحكموا في الامور لازم التركيز، النظام، وخصوصا الانسجام داخل الفريق. ايهاب كيتقن طاجين غيصاوب لنا طاجين ديال الدجاج، نجاة غتصايب لنا مسيم منات معسلين، وامينوكس كيوجد لنا العصير، يعني خصنا ديك الحاجه العصير، وانا غنتكلف بلاصو. قالت لنا الشيف نورا التعليمات كلها وعطاتو الدور ديالو، انا غنصاوب واحد الطواجين بلدي ديال تازوفريت غيعجبهم ان شاء الله مليون في المية. نديرو اون سوب، اون سوب اون فورم دو دو فلوتي، سوب دو ليغوم، نديرو دي كروفيت بيلبيل بور لو بلا سالي، ان جو باناشي بور دو كوتي سكري، دي زو بوشي. انا عندي النجمه الاولى جاي موتيفي تايق في راسي الحمد لله، ولكن ماشي الثقه الزايده، ولكن باغي عازم او الدراري تايقين فيا خصنا نديرو شي حاجه. غادي نديرو واحد الديسير اللي هو جوهره، ديسير مغربي داك الورقه بلا كريم، وغنديرو شي حاجه صالي ان شاء الله. لا 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 البيض ديالو. امينوك جا بدا تيشفر لينا هنايا لي زيليمون ديالنا، دونك انا واحد الساعه هزيت واحد البيضه شي رجع ليها بها ما جاتش فيه. سكوا بيه الله امينوكس كيجي كياخذك البيض كيعطيك شي حاجه، المهم ربجنا. جميل نشوفوا ابداعات فنانين ونجوم اللي شحال حبيناهم وهما في مجال الطبخ، الشيء اللي كيمكننا نكتشفوا جوانب خفيه من شخصيتهم بعيده من عالم الاضواء، ومنها من اللي كيخطئوا كيفاش كتكون رده فعلهم. احنا كاملين ضيعنا الوقت بزاف، مشينا كاملين لديك الحيره كنصفيو فيها باش نخرجوا غير الماء ديالها والبصله. بلا صوفي قلت لها انت قطعي لي البصله، كنا ما كنت باغا نصايب واحد كوكلي معسل نعمرو باللوز، شدات ديك البصله انا ما جيت في الدور تلاقيتها لاحت عليا في الحريره، كنت كنقول ناري شنو غادي ندير دابا. تلفت كاين صفايه هيا كاينه وحده والله يملكم فادي هاي من حنايا على الخدمه المعاود بغسيره الحريره لن تطفروه يا كليله. كما كيبان لكم بلي هاد لي بروف ستريس اكثر من لي بروف الاولى، ولا صاب لو ريزون كما بغيناش عثمان يعاود يدير. اسمعوا لي مزيان. وي سير. ما بغيتك. وي شيف. وي خاطيكم 30 دقيقه. الساعه. وايلا الساعه. وانا اللي غادايده. اويلي يا شيف. يلا 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 رشيد. اعتق 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 الحريره خاصها تطيب. ما عرفتش واش غاتقدنا هاد النصائح، درنا واحد الغلط ولكن حاولنا نزربوا شويه وقلنا انا درت الغلط. دازت 30 دقيقه كتجري ويلي فضيحه. الكوكوط بغينا نديرو لا سوب كدا، الكوكوط درناها كبيره بزاف ومبغاش تصدر. صافي غنحط كلشي ونمشي نجلس ونقول لهم حط الصلاح ومشي يتسارح. هي هذيك جاني هذا الاحساس. شوفوا لي الصفاره فينا هي باش تطيب الحريره. اه صفاره صفاره دوك عندنا هذه ما عندوش الحق ياخذ لي الصفاره والله تمشي نجيبها. رشيد رافيق كيجي من القرطه خلنا كيجي عندنا وبقى كيستنى في الماء عندنا فريمون ستريس والوقت ما كاينش. كتعرف تقاد البيض تهرس غتهرس بيضه تعرف تهرس غادي ليا خمسه ديال الصفرين بوحدهم في العيبه خمسه الصفرين بوحدهم في العيبه ديروا شي طاسه صغيره بيضين ما اوه كيفاش غندير لهاد القضيه ماشي قاصحه شويه لا انا ما عمرني عرفت البيض ديال البيض كي زعما بيضه خلي مع داك الشيء ديالها شوفها. ايوا هذه معلومه جديده ومازال غتزيد الشيء الكثير لقاموسك البيضاوي السي رشيد. نصف الساعه اللي بقات والتحضيرات مازال بعيده على نهايتها، وحيت ما بقاش مجال للاخطاء او الاستدراك اللجنه في الموعد. عثمان فين وصلتو؟ الصوبه كطيب، الكوفيت بيبيل كيطيب، لي بانكيك كيوجدوا، العصير هو كيوجد. ولي زوبوشي معايا وجدوا. ونديروا لي زوبوشي ان شاء الله. لي زوبوشي خصهم يداروا في الماء السخون ماشي الماء بارد. اه هو كيسخن. فاش تجي فينا كندور الماء مزيان ونسيت فيه ماكسيموم شاف عطيونا شويه الوقت زايد الله يحمد الوالدين. برافو. حاجه اللي مهمه المذاق قلتي له في بوشي بغيتي ديريه على لافوكا حتى لافوكا خاصو حتى هو يكون عندك غواكامول ولكن خاصو يكون اسيزوني اسيزوني على التوماطي دو سال دو سيترون طيبو طيبو تذوقو سا مارش. جاو لي شيف شافوا داكشي اللي كنديروا ما عطاونا حتى ملاحظه وما كيعطوكش ملاحظه يعني راه كلامي مزيان حتى يلا الله يعاونكم. ناسي شيف نورا. نعم. واش ليكيب ديالك كيتسنتو ليك؟ كيتسنتو الشيف. المشكل اللي عندنا الوحيد العافيه كطفلنا. العافيه عليكم وعلى الفرق وعلى الفرق كاملين. ميسينو ليكيب ديالي تصلى انبي عليهم، كل واحد مكلف المهمه ديالو وكل واحد كيدير حاجه. عزلتو تمشيو على شنو من نوع ديال الفطور؟ واش شي حاجه مغربيه تقليديه ودخلتوا عليها شي حاجه جديده؟ اون فافير اون سوب اباز دو ليغوم، شويه ديال الدجاج وشويه ديال الكروفيت. شويه المالح ايهاب كيوجد لينا الدجاج. واخا.
الدجاج بالحلو. نجاة كتوجد لينا مسمنات غيكونوا مع السليم نسيم كوم جو كلفنا امينوكس راه كيصاوب لنا ان جو اباز دو فروي وداك الشيء حتى سعيد ميرسي شاب كليلة انت رئيسة الفريق كيفاش كتقدري تجري هاد الكيبلي معاك؟ الحمد لله واخا بلا شوية كانت غتخرج لنا على الحريرة مي صافا مزيان كنسقو فيها كلشي بالعاني كليلة عندكم زاد ديال البريباراسيون درنا حريرة درنا لي كريب على شكل لازانيا واخا هي غتكون مالحة هي المالحة ودرنا غنصايبو جوهرة واخا ونسيرو ديسير والبيض والبيض غنعمروه في لافوكا دون بيك اش كتصوب؟ انا كنصوب في هذيك لاصوص ديال جوهرة بحال لو ستيل ديال لا هولونديز صوص هولونديز كنبقى نباطي هولونديز حلوه هولونديز حلوه ولكن هولونديز شنو خاصها؟ خاصها تبقى تباطي شويه تحيلها ثاني تباطي شويه خاصها جوج حوايج خاصها السخونيه الحاجه الثانيه مونتي بلو بور خاص شي حاجه شي دونيات باش تشد كليله راه كاين شي تروينه ها البيض هنا ها البيض هنا مع الفرماج كاينه روينه الشاف كاينه روينه كاينه اش غندير كاينه روينه يلا 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 خوتي عليهم يلا يلا الله يعاون جمع عليا الروينة عبلة شوف هاري هاري عبلة ورشيد يجمعوا الروينة يلا صراحة بقيت كنتسخر لهم تكونسونتريت حيد 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 بسم الله يا حفيد يا ستار أران بعد الهي ما تحش نشوف واش طيب بعد هذه أجواء السيليبريتي في عالم الطبخ أجواء كلها تشويق وكوميديا وإنسانية انتباه يوسف ما بقات لكم غير 10 دقائق يلا بداو تحطوا على لي شاريو ديالكم يلا بالإعلان على 10 دقائق المتبقية الأطباق لازم تاخد أشكالها وألوانها النهائية ولكن وش بعد كل شي طاب؟ حمص ما طيبش وخا ما يطيبش هادي ريات شنو غندير نحط اللحم ما طيبش والحمص ما طيبش لا شنو عاوديها نعاودوها باش لا مزيانة خاصها غير طيب إلى زال زال محمد الله معاك زال عليك عيننا عليكم ما بردش حنا ما درنا والو دابا بقى 5 دقائق ونخليوها عاوتاني طيب الحريره المغربيه بالنسبه لي كيخصها تاخذ الوقت ديالها باش طيب مزيان باش يطيب الحمص باش يطيب التقيط هاد اللحم راه كيخصها الوقت بزاف حتى في المبرد دابا ريت ندير لك تيمو الصباط ما 10 دقائق اهم حاجه وكاز عندنا كوكوك ما بغاش تدور دابا الحمد لله هي دار صافي كومونس ابرون لي زو بوشي هما كاينين لي بانكيك صوبناهم لو جو اي تي في الحمد لله حبيبي حبيبي دغميره طالعه مزيان حاولنا نديسباتشيو المهام نجاة صوب كنتي بنات اللي غادي تديرهم بالعسل إيهاب صوبنا واحد الرجل يحمق بالدجاج والزيتون والحامض مصير أمين تكلفنا بلوجي صوبنا واحد الديتوكس بلي فخوي كيحمق أنا تكلفت بلاسو البيض هاو كيتسلق نحاول نصوبو نعمل واحد التعميرة أمينيك فيها شوية تعجلون ويا ربي توفق كولي بلاي البيض سلقيه صافي صاييه بانكيك ناري تحرق ليه لا 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 عطيه قلت لك غير ما نترونوش 170 فلا احنا راه ما درناش عندنا الملح واحد ابي صراحه مشنا داكشي صعيب هو اننا ما كناش نديرو حريره حمراء حريره مغربيه لان كتاخذ الوقت الحريره كطيب بوحدها سير دير الدريساج سير ليها ديال الدريساج دير الدريساج ديال ديال المالح ما تسطيريش لا كبيره بزاف صغيره هكا معني مزيان وي شاف الاختبار سلام نو نو عشرة بلاش بلاش سربي 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 وغادي تجي تشوف بلاش 8 حتى العصر هنا طق طق بريزون طاري 5 4 فين هو داك تما راه داك الشيء فينا جاج واحد جاي ديكور فريق الاحمر تفضلوا خدموا لنا الفطور ديالكم الفطور اللي صوبنا ديال واحد وشوف واش يقدوا قبل ما نبداو التذوق بغيت نقدم لكم الضيوف ديالنا اللي معنا شابه هي اللي معروف على الصعيد المغربي ومعنا في البرنامج وبطبيعه الحال مسيو الحلو دابا مسيو الحلو غيدوق شي حاجه اللي عندها علاقه بالحلاوه فعلا فخسيو كليلة انت رئيسة الفريق الله يخليك قدمي لنا الفطور ديالكم في الديسير كنقدموا لكم جوهرة اللي هو ان ديسير مغربي بالكريم ولا فريز ودرنا واحد لازانيا على الشباب بلي كريب حريرة مغربية
حمراء ودرنا البيض معمر في لافوكا وعصير سي ان ميلونج ديال مونغ حليب والحليب. شكرا للفريق الاحمر تفضلوا. مشي الحلو كيف جاك الفطور ديال الفريق الاحمر؟ هذا لو ديسير عجبني زوين، لافوكا بالبيض الصراحة جاني مسوس شي شوية، وحريرة لا بأس بها. لا بأس بها. لي لازان على كريب تخي بون. شبايا؟ أنا بحال سي الحلو، اللازان ديال الكريب هما اللي عجبتني بزاف، وحتى الفكرة ديال جوهرة فريمون سي كان لك لاتوش ماروكان فريمون زوينة بزاف. يلا ندوزو للفريق المجي، بسم الله. فريق البنفسجي، تفضلوا. كان عندي تخوف سيغتو من الضياف، شاف محاولة شاف مريم هما ديالنا. نورا. كنتي رئيسة الفريق، كي جاك هذا الاختبار الاول خارج الورشه؟ تقريبا مع عمري وقيله طيبت في شي بلاصه، شفتو الريح كيصوت وكيطفي لك العافيه وكيسحب لك راه داكشي كيطيب هو راه ما كيطيبش. جازي لا سول كونترانت كون افي سي هو الريح. ولكن الجو كان زوين. جميل جدا، ما كانش نفرش فوطه ونتسرح، ولكن ما درت حتى مسابقه هنا. قلنا شنو صوبتو؟ البيض سلقنا نص سلقه، درنا لافوكا اكرازي مع شويه الملحه وشويه ديال الابزار. المالح درت لكم دجاج بالتغميره التراديسيونيل. الحلو درت رغيفات بالعسل والزنجلان. بالنسبه للجو صوبت واحد ديتوكس فيه جانجومبر والسيترون وان بو دو ماندارين مع الاناناس. نتمنى يعجبكم هادشي، اون توكا صافي بليزير دو ترافاي افيك ليكيب. شكرا، لقنا غير ندوزو التذوق. تفضلوا. ضياف واش غادي نكونوا على اوتور ديالهم؟ باسكو اي سون اون طران دو ديكوفري، يلا كيكتشفونا يلا كيكتشفوا داكشي اللي غادي نعملوا. بالنسبه للفريق البنفسجي تمن بغاو يمشيو فشي حاجه شي شويه تقليديه، لا سوبلي صوبو في المذاق، طاجين هاد ولا هذيك الدغميره زويونه، الدجاج شي شويه قاصح ولكن في البنه كاينه، والرغيفات كاين واحد الكروستيون اللي مزيون. الفكره ديال السوب ديال السوب ديال تيريمير فيها الدجاج، فيها هذيك فكره زوينه، وحتى التلوغو ديالها عجبني مزيان. مسيحلو انا جيميت دغميره على ان بون غو اي لا سوب ايغالمون جي بيان ايمي لو ميلانج كريفيت اي بولي اي بولي اكزاكتومون. يلا ندوزو للفريق المجي. فريق اصفر تفضلوا. حنا الاخرين في ديغستاسيون والحمد لله اللي حنا الاخرين، لان لي شيف متاحت لهم الفرصه انهم يشوفوا داكشي الاخر. عثمان كيف كان الخدمه ديالكم كفريق واش قدمتوا لينا؟ كنا متفاهمين، كل واحد عارف شنو يدير. انا درت لا سوب فلوتي سوب ودرت لي بانكيك افيك لا لو كراميل بور لي بانكيك كراميل بور سالي على سا تروفيت فيلبيل لي زو بوشي افيك لو غواكامول و لو كولي دو فرامبواز لي بانكيك. دونك شنو خليتي الفاتي و معن 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 ما هما يتكلموا على السوب بيان سور. انا كل التواضع خليت هما يقولوا صايبوا كل شيء، ولكن راه في اونس انفان كونت انا اللي درت هذا الشيء كامل. عاونوني. واش عطيتو شي اسم الاطباق ديالكم؟ روك ذا كاسبا. شكرا تفضلوا. حطينا ولا غابريزونتي لي بايسو بنا بقى كما دير ديك الساعه كتحاز اللور وكتسنى الدقه تجيك. الفريق الاصفر عطانا قدم لنا واحد الاطباق متنوعه ومختلفه، بنينه بالاغس بانكيك الحريره تبارك الله عليهم. وي زوف بوشي تقنيه توب، البيلبيل تاهو في المذاق، لو بتي فلوتي والعصير الشيف، حتى العصير متقون زوين فريمون غيان ادير. مشي الحلو باغي جي بوكو ايمي لي زوف بوشي تري بون. لي كريفيت بيلبيل مو دابيتود تناكلش بزاف لي كريفيت، مي اليوم عجبوني الديسير اكسلون. البانكيك صابولينا فطور 2.0 فريمون، البانكيك لحقو طريقو، التال ديال التقنيه ديال لوف بوشي لوف فاشي كما قالت حماقه اللي فريمون توب. ضيوف ديالنا بغينا نشكركم على الحضور ديالكم، وما بقى لنا غير ندوزو للتصويت. يلا بسم الله. يلا يلا دائما بالقرب من هذه الاجواء الساحليه تابعنا مجريات المباراه اللي خذوها المشاهير وهما على شكل فرق، ولاحظنا مستوى التنافسيه اللي ارتفع بالمقارنه مع الاختبار الاول، وهذا ان دل على شيء فانما كيدل على ان البريمات القادمه تباري فيها غادي يكون اشد. جات اللحظة الفاصلة والمقررة في الفريق اللي غيض من كل عضو فيه 5000 درهم للجمعية اللي مشارك من أجلها. وصلنا للفيرديك ودابا اللحظة الحاسمة اللي غادي تقول لنا شكون اللي غادي يربح وشكون اللي غادي يخسر. وصلنا وقفنا حدا ليكيب كنتسنى البيك بي باش يخلع ليا اللجنة. باسم لجنة التحكيم بغيت نقول لكم أو الضيوف ديالنا بطبيعة الحال بأنه برافو عليكم
اشتغلتوا في هذا المكان رائع، عطيتوا ما عندكم، ما كان سهل باش تشتغلوا كفريق وان بلوس على برا. تبارك الله عليكم، نتوما فنانه، الله يعمر لكم الدار. دابا بغينا نعرفوا حصيله التصويت، غادي تجيو مع جاب مريم. مساعدين مساعدين، يلا يلا علي على بركه الله. داك الصندوق كيخلع، داك الصندوق العجب هذا هو الصندوق العجب بالصوت كتقول لنا فريق احمر. قلت احنا فتنا واحد تعينا شويه، شفنا في بعضياتنا ولكن شوفت الكرش مازال بنفسجي مزيان. احنا ماشي مزيان، احنا كاينين حاضرين، يعني شافوا شي حاجه مزيانه في داكشي اللي وجدنا. فريق اصفر يستاهلوا يستاهلوا. فريق احمر ناري ياك ما غنخسر، ولكن ما بقى ليا غير لون واحد. مستعدين مستعدين. أربع جمعيات بعد قليل غتدخل الفرحة على قلوبهم، شكون هو الفريق البطل؟ ولكن ما بقى ليا غير لون واحد. مستعدين؟ مستعدين. أربع جمعيات بعد قليل غتدخل الفرحة على قلوبهم، شكون هو الفريق البطل؟ تقلبت الصندوقه بحال هكا تقلب الزمان على شي واحد، بحال هكا تقلب هذيك الصندوقه اوي بالي ابو صفير معود طق 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 بحال الشط. حنا نديوها الحمد لله وزغرت وفرحت ودار داك تحيه القمر وعثمان، تحيه لاناس وفاتي، هنيئا لكم الفريق الاصفر. اذا كل واحد فيكم ربح المبلغ ديال 5000 درهم للجمعيه ديالو ونجمة الذهبية لكم. بسم الله قبلتكم هرقة. أنا الصراحة فرحانة بزاف أنني خديت النجمة الأولى، وإن شاء الله تكون هذه غير الأولى ماشي الأخرى. تصدق قراية ديال عندك جوج نجمات صحابك كلهم غراس الخدمة ديكيب غراس أطوا ربحوا واحد النجمة تا هما ونيتي فيير، ونتمنى حتى أنا الجمعية ديالي نربح شي نجمة على الأقل، حيت لحد الساعة باقا الجمعية ديالي على ما كنظن أنا غادي ندي لها غنخاوي. بالنسبة لينا غنتلاقاو الأسبوع المقبل البرايم الثاني مغامرة جديدة. مستعدين؟ يلا استرحوا استرحوا وطلع لكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. من بعد برايم أول تعرفنا فيه على الشخصية المطبخية ديال كل واحد من المشاهير ديالنا، وتربع عثمان على رأس لائحة الترتيب بمبلغ 10,000 درهم ونجمتين ذهبيتين. الأسبوع المقبل روح النكتة والتنفس غيتواصلوا مع نجومنا 12، وهذه المرة المشاركين ديالنا وهما على شكل ثنائي غيكونوا على موعد مع اختبار وحيد بعنوان الأطباق التوأم، وغادي يواجهوا تعقيدات كثيرة في طريقة الاشتغال بحيث غيلقوا صعوبة كبيرة في الاستماع وإيصال المعلومة للتواصل. ومن بعد أجواء كلها غوات ضحك ضغط وسرعة في الأداء، الأطباق غتقدم بكل ما لها وعليها، وغنتعرفوا على الإبداعات الذوقية اللي تميزات. كونوا في الموعد الخميس المقبل على دوزان. رمضان كريم.